ولذلك احنا كنا حكينا لكم حكايه زمان ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند الكون بقى بانه مفتي. مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيبه، لدرجه ان سيدنا عمر نفسه يقول قضيه ولا ابا حسن لها، يعني قضيه معضله وما فيش ابو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيز من انه يوجد في حته ما فيهاش ايه علي، لان علي كان بيطلع من مآزق كتير بالفوطيه بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيفتي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا فقالوا يا سيدي جيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا، دي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل اهو كل الدنيا بتزول وهو قاعد، يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه بحته حديده ونكسر منه الجبال نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي. ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن، قال ما اشد خلق الله، ما اشد جنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله متحضره عنده محضره، بدليل انه عارف الجنود اقوى جنود الله ايه، وعارف اللي اقوى من الاقوى ويرتبه، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه، ويقعد يعد من غير ما يحصر العدد اولا. لا، هو بسط اليه كده وقال اشد جنود الله عشرة وحصرهم. يبقى دليل على انه حصرهم وبعدين هيفصلهم، بعدين دليل على انه ايه؟ مذكرهم دول. لو افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وفق كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص، انما يقول لك عشرة دي مساله مدروسه بقى. اشد جنود الله ايه؟ عشرة. وبسط ايده كده. الجبال الرواسي هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيره ايه ان الجبل ثابت خلاص. اشد جنود الله عشر، الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال، يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الأرض مش كده، والسكر يغلب ابن آدم خلاص، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.